جديد من عبر شاشة الام بي ان. بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة، وخاصة كل ما بدنا نحكي عن مركز سرطان الأطفال بلبنان. عن جد بيكون في غصة كتير كبيرة، بيكون في وجع كتير كبير، لأنه إذا بدنا نفكر بكل الأولاد اللي حوالينا، إذا وجعوا راس الولد الأهل بحسوا حالهم مش قادرين يتحملوه عم يتوجع، إذا وقع عور حاله جرح صغير بتلاقي الأهل كأنهم هن انجرحوا بالنص دين قلبهم. كيف إذا اليوم بدنا نكون عم نحكي عن مرض خبيث بفوت بجسم هالطفل الصغير وبيكبره أكثر من عمره وبيخليه يعيش معاناة الوجع والقلق والبكي ما بعتقد في كلام بيعبر عن الوجع الكتير كبير اللي بيعاني منه مريض السرطان. كيف إذا طفل صغير مفروض يكون عم يلعب مبسوط، سبحان الله هيك صارت القصة وهيك صحته دهورت، لكن في شيء اسمه مركز سرطان الأطفال بلبنان اللي منوجه له تحية كتير كبيرة بكل أفراده بكل هالعيلة الحلوة اللي عم تعطي من قلبها لحتى تكون إلى جانب هالأطفال وبيبا ما يتسكر بوجه أي حدا. فتحية لألهم فردا فردا، وتحية لكل أصحاب الأيادي البيضاء اللي بتمنى عليهم يتابعونا بهالحلقة لنكون عم نوصلكم لطرق التبرع وتفاصيل كتيرة عن المركز. ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع اسمحوا لي رحب بضيفتي شاليمار وصوف، منسقة جمع التبرعات والنشاطات في مركز سرطان الأطفال CCL. أهلا وسهلا فيك شاليمار. Thank you لارا، وthank you كثير كمان لاستضافتكم لنا اليوم، ومنحب كمان نقول بونجور لكل اللي عم بيشاهدونا اليوم. شكرا شاليمار، وخاصة هيك قلبنا بيكبر بس نشوفكم بظل هالظروف الصعبة وبظل الأوجاع والمتاعب والصعوبات والتحديات اللي بيعاني منها المركز بمكان ما، لأنه دايما بتكون ضلكم عم بتفتشوا على طرق للتبرع، بس بالآخر بدها تكون النتيجة بسمة الطفل لنكون إلى جانبه دايما. خلينا معك شوي شاليمار روح على عدد الأطفال اللي على قيد العلاج بمركز سرطان الأطفال، ونحكي شوي عن مهمة هيدا المركز وأيضا كمان الحاجة السنوية للمركز، يعني هيك نقلي لنا بشكل عام عن هالثلاث أسئلة. اوكي خليني بلش واقول انه مركز سرطان الاطفال افتتح ابوابه بنيسان 2002، وبهيدي ال 22 سنه الحمد لله بفضل الناس الخيره والداعمين لهيدا المركز قدرنا انه نمشي ونستمر بمهمتنا. هيدي المهمه يلي هي تامين وتوفير العلاج للاطفال المصابين بالسرطان من أول ما يخلقوا من عمر الأشهر القليلة لعمر 18 سنة. والحمد لله بهال 22 سنة كمان قدرنا أنه نقدم العلاج لأكثر من 5000 طفل، وحالياً بالمركز في حوالي 400 طفل يلي هن على قيد العلاج، يلي هن أطفال بيكونوا عم يتوجهوا على المركز بشكل دائم بشكل يومي أو بالأسبوع مرة لحتى ياخذوا العلاج تبعهم. ولحتى أذكر حاجة المركز السنوية، المهم بالأول أنه اذكر انه معدل كلفة العلاج للطفل الواحد بالسنة الواحدة بتتراوح بين ال $40,000 وال $200,000، وهذا التراوح الكبير اكيد بيعتمد على حالة الطفل الطبية. ومن هون بنوصل للحاجة السنوية للمركز يلي هي $15 مليون، يلي هو رقم منه بالهين نقدر نحصل عليه، ولكن دايما بنجرب نحط مجهودنا وطاقتنا قد ما فينا لحتى نوصل لاكبر عدد من الناس ممكنة لحتى تدعم مهمتنا ونقدر ما نقول لا لولا حالة طفل مريض بالسرطان. 100%، وهيدا هو النتيجة اللي بنحب كلنا نوصل لها، انه ما ينقال لا لولا طفل. واليوم غير العلاج شاليمار وغير الدعم الطبي خليني اقول والاطباء الجديرين واللي عم يعطوا كمان من خبرتهم ووقتهم مع هالاطفال، في شيء كثير مهم بمركز سرطان الاطفال بلبنان وهو الاهتمام المعنوي والنفسي. واليوم نعرف انه اي مرض وخاصه مرض السرطان بحاجة لدعم نفسي كثير كبير، فخبرينا شوي هالاهتمام اللي بتعطوه للطفل. مزبوط، نحن بالإضافة لتوفير العلاج الطبي للطفل المريض بالسرطان دايما بنحرص بالمركز أنه نكون عم نوفر البيئة الحاضنة إذا بدك يلي بتوفر له للطفل الدعم المعنوي والنفسي. هذا الشيء بيصير ابتداء من أول ما يدخل الطفل على المركز، إن كان بالألوان حواليه بالبيئة المريحة يلي منجرب ما نحسسه أنه هو جاي على مستشفى حيطانة بيض جايين بس يعلقوا دواء أو بس يتوجعوا ويتألموا، لأنه نحن اليوم على
أرض الواقع، ما فينا ننكر إنه العلاج في له وجع بيجي من وراء، في إجو ألم، في له ألم طبعاً. في تعب بحسه، إرهاق الطفل خلال هالنهار. فهو وقاعد بالمركز بنجرب نحسه إنه هو مش جاي بس ياخذ الدواء، في جلسات أو نشاطات بتنعمل من قبل أور ويلنس تيم يلي هو فريق بيحرص دائما إنه يكون عم يعمل كذا نشاط بالنهار للأطفال بالمركز. هو النشاطات رح أذكر شوي منهم، هن اليوغا سيشنز، الدانسينج سيشنز، الدراما سيشنز، البينتينج، الارت اند كرافت. هو السيشنز لارا بيخلوا الطفل يعمل شغلتين. اول شغله انه يكون عم يلتهي شوي عن هذا الوجع اللي حكينا عنه خلال النهار، هو وناطر علاجه او هو عم ياخذ علاجه. بنفس الوقت نحن كمان عم نستغل هيدي الجلسات لحتى نشجع الطفل انه يعبر اكثر عن مشاعره وعن احاسيسه، لانه بهيدي الفتره اللي هي فتره العلاج اللي هي مش يوم ويومين، بيكون الولد اوقات انه هذا الطفل ما رح يعرف دائما يعبر لاهله او للي حواليه شو بيكون عم بحس بهيدي الفتره. فمنجرب من هول السيشنز ان كان دراما ولا دانسينج ولا رسم وتلوين، دائما يكون الولد عم بيعبر عن الحاله اللي هو فيها بهيدي السيشنز، ومن هون نقدر ندعمه اكثر نفسيا. قد ايه مهمه هيدي النقطه اللي عم تحكيها عن جد، لانه الولد بعيش صراع داخلي على فكره من عيون اهله، بيكون عم بحس في شيء غريب وهو كصغير ما فاهمين شو عم بيصير، وبيبلش رحله المتاعب بين الأبر والاهتمام بالعلاج، ووصولا لحتى كمان في أطفال عم يخسروا شعرهم وأمور كتير. وهون مثل ما ذكرتي قبل شوي حسب الحالة وأي مرحلة هي موجودة، بس كل هالبروسيجرز أو كل هالمعاناة عم يقطع فيها هيدا الطفل، فبحاجة لهالاكتيفيتيز. عن جد تحيه لكم لانكم عم بتخلون يطلعوا شوي من اللي هن فيه. مزبوط، هيدا هدفنا صراحه. وفي كمان الشق المعني بالاهل، لانه الاهل نحن بنعرف من حالنا اليوم، يعني اذا اي حدا بالعيله اولادنا اهلنا قريبيننا مرضوا، بنعرف قد ايه حالتنا النفسيه بتتعب قبلهم. فالاهل اذا عم بيشوفوا اولادهم عم يتعبوا وعم ياخذوا علاج قوي ومتعب على جسم كثير، وقت يشوفون كمان عم يقدروا يطلعوا من هاي الحاله اللي هن فيها ويلتهوا عن هاي الحالة اللي يعني فيها، كمان بيرتاحوا نفسيا، تعطيهم طاقة إيجابية بمكان إلى حد ما مثل ما بيقولوا. وأنتوا أصلا بهاي السنتر بتعطوا الإيجابية للأهل، لأنه دايما يمكن بذكرها بس يكون معي حدا من مركز سرطان الأطفال، أنه اليوم بس يعرفوا الأهل أنه ابنهم أو بنتهم عندها كانسر، يعني بيتسكر الباب بوجهن، بيحسوا حالهم خلاص في شغلتين تشغلهم بالهم، صحة الطفل طبعا والمادة. مزبوط. فاليوم انتو عم بتكونوا هالقد الى جانبهم لحتى تحلولن هالشغلتين نفسيا وصحيا وايضا ماديا. الحمد لله، هيدا اكيد بفضل الناس يلي هي بتدعم المركز بشكل مستمر، لانه نحن 100% بنعتمد على التبرعات، ما عندنا مصدر دخل تاني ابدا. فدايما منشان هيك بنحب نشكر كل الناس اللي بتدعم المركز، ودايما بنحب نشجعهم انه اي تبرع لو كان بالنسبه لهم قليل يمكن رح يعمل كثير فرق كبير بحياه الطفل عندنا. بالضبط، وبعتقد ما في احلى من هالحمله، من اجمل الحملات، وكل حملاتكم لها اهداف، ولكن بس تقولي امنح الامل او جيف هوب لحالها هيك بتعطيك نفسية منيحة. ولأن كل الناس عم نقول لهم كونوا عم تدعموا هيدي الحملة اللي هي امنح الأمل، خبرينا عنها. اوكي، مثل ما سبق وذكرت نحن في عنا حاجة سنوية للمركز توصل لل 15 مليون دولار. ولحتى نقدر نوصل لهال 15 مليون دولار اللي هو مبلغ منه قليل ابدا، وبده مجهود وطاقه كتير خصوصي باخر 3-4 سنين بالبلد. كلنا بنعرف الظروف الاقتصاديه والاوضاع اللي عم نمرق فيها، ونحن بالمركز كافراد بالمركز كمان على علم تام بانه الاوضاع عم تقطع مش بس على المركز، على كل لبنان وعلى كل شخص موجود بالبلد. منشان هيك بنجرب قد ما فينا نكون عم نعمل حملات تبرعيه وبرامج تبرع، بيقدروا كل الناس وكل الافراد يكونوا عم بيساهموا فيها باي طريقه بتناسبهم. واحد من هول البرامج يلي هو امنح الامل اللي حضرتك ذكرتيه، يلي هو جيف هوب بروجرام، هو عباره عن برنامج تبرع شهري بيختار فيه المتبرع المبلغ يلي هو بده اياه، اكيد حسب قدرته الماديه يكون عم يقدر يتبرع فيه للمساهمه بانقاذ حياه الطفل. الحلو بهيدا البرنامج او الفكره الاساسيه تبع هذا
البرنامج انه نحن مثل ما دائما بنقول ايد واحده ما بتزقف، سو ايد مع ايد مع ايد مع ايد او دعم مع دعم مع دعم كبير. لو قد ما كان قليل يمكن في ناس نحن بنواجههم ان كان بالمركز ولا بنعرف منا نحن اوقات بنقول انه هالمبلغ شو بده ياثر مش محرزه. نحن من قلب المركز يوم بنقول لكم انه لا عن جد كل مبلغ محرز بالمركز طبعاً. وكل مبلغ وقت يتجمع بيقدر يعمل فرق. سو اليوم نحن بنطلب من الناس اللي عم تشاهدنا اذا حابه تكون بارت من هيدا البرنامج فيهم يتواصلوا معنا، ونحن دائما نحرص انه نامن انسب طريقه طبعاً. للمتبرع واسهل طريقه للمتبرع لحتى يكون عم بيساهم بمساعده الطفل فيه يتواصل معنا على 70 35 15 15. طبعا وكمان باخر فقره رح نحط السوشيال ميديا على كل الاحوال، بيقدروا الناس يفوتوا يتعرفوا على كل البرامج اللي بتقدموها وكل طرق صحيح. التبرع. هلا بالصور رح يقطع امنح الامل اللي هو جيف هوب، بعد قد بس يشوفوا هالاطفال وعيون هالاطفال بعد ان شاء الله ما حدا بيتاخر عليهم إن شاء الله. وعلى كل الاحوال مرق كثير ظروف صعبة على المركز وكنتوا قدها، هون كمان عم نشوف طرق التبرع وطرق هيك الدعم، كمان خبرينا. مزبوط شوي. نحن مثل ما كنت عم بذكر لحضرتك كلارا عنا كذا طريق التبرع ودائما بنجرب تكون الأسهل والأنسب للمتبرع. أول طريقة أكيد فيهم يزورونا عنا بالمركز، نحن بنفتح من الاثنين للجمعة من 8:30 للأربعة بعد الظهر بالحمرة بنزلة عبد العزيز مركز سرطان الأطفال. أو فيهم يكونوا عم يقطعوا على اي فرع او ام تي بلبنان، نحن اوريدي في عنا تعاقد مع او ام تي بالخصوص. فيهم يكونوا عم يعملوا تبرع بس بيذكروا اسم المركز بلا ما يدفعوا اي كلفه اضافيه وبيوصل المبلغ لعنا، حتى لو كان المبلغ شو ما كان ما يفكروا مرتين. مزبوط. هيدا المسج الاساسي اللي بدنا نوصلها اليوم، لانه عن جد بظل الظروف اللي عم نمرق فيها كل مبلغ رح يكون، يعني نحن اذا بنفكر انه المبلغ اللي عم نحطه لو قد ما كان كيف ما كان عم بيروح المساهمة بعلاج هذا الطفل. سو غير الـ OMT في عنا كمان الـ Online Donations يلي هن عبر our website www.cccl.org.lb، فيهم يفوتوا على الويب سايت تبعنا ويكونوا عم يعملوا التبرع اللي حابين يعملوه على الويب سايت من خلال الكارد تبعهم. وفي كمان طريقة البنك ترانسفر يلي هو إذا حدا بيحب يحول تبرع من حسابه بالبنك لحسابات كمان عنا بالبنك، فيهم كمان يلاقوا كل حساب بيتنا بالبنوك بلبنان على الويب سايت. واخر طريقه فيها تكون كمان ثرو انه نحن من السنتر بدقونا على رقم التليفون وبنتواصل معهم وبننسق معهم انه نبعث شخص يقدر يكون عم يستلم هيدي الدونيشن. تمام، يعني في تسهيلات كثيره. اول شيء طرق التبرع ما في شروط ابدا طبعا، اللي بده يعطي يعطي مثل ما هو حاسس. وبصوره الصبي اللي شفناه بعمر صغير، هذا اللي عم نحاول نوصله دائما لكل الناس اللي قادره انها تساعد لو بمبلغ صغير، انه عن جد ما نترك ولا طفل موجوع ويكون في دعم دايم للمركز ولأطفال المركز. دايما بضلكم هيك قائد التحضير ودايما في أفكار بتنعطى لأكثر، يعني ما فيكم تقدروا تأمنوا تبرعات للأطفال اللي موجودين بالمركز. كرمال هيك مؤخرا صار في حملة كانت بعنوان What if أو شو كان صار، ويمكن عن جد بتطرح كتير أسئلة أنه شو كان صار. اليوم خليتوا الأسئلة تكون بكلام من الأطفال من وجعهم، فخلينا نشوف هذا الفيديو سوا مشاهدينا ومنتابع. شو كان صار لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول؟ شو كان صار لو في ارجع لحياتي الطبيعية والعب مع رفقاتي؟ شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟ شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟ شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟ شو بصير اذا بتدعمونا؟ تبرعوا هلا لمركز سرطان الاطفال على cccl.org.lb او اتصلوا فينا على 70 35 15 15. يعني تحية لألهم جميعا، إن شاء الله يا رب ما منشوف ولا ولد عم يتوجع وهن قدى. عن جد بعرف إنه الوجع صعب والمرض صعب وكل التفاصيل، ولكن كتر خير الله في حدا هالقد عم بيكون إلى جانبهم وعم يتقدم العلاج. بتحسي قدي في وجع بعيونهم، قدي في دمعة كتير كبيرة، قدي في قهر، وهذا بيوجع هيدا الفيديو على فكره، لانه حلو نشوف الولد عم يطلب العاب وعم يطلب وين بده يسافر وين بده يروح بده يشي وين بده يعيش حياته مثله مثل اي طفل اخر، ولكن شاءت الظروف انه يكون هيدا المصير. ان شاء الله بيكونوا من
تشامبيونز بعدين اللي بدنا نحكي عنها بعد شوي واللي بيكونوا صحوا. ولكن خبريني شوي عن هذا الفيديو، خبرينا عن هالابتسامة اللي دغري بترجع بتجي بعد هالوجع. هيدا اللي كان صراحة بدي بلش فيه. الابتسامة اللي مبينة بوجوههم بالفيديو، إن كان هن اللي مشاركين بهيدا الحملة أو الأطفال التانية بالمركز، نحنا بس نشوف ابتسامتهم بتحس بالأمل أوتوماتيكلي تلقائيا صار عندك، وبتحس بهيدا الهمة إنه أنا بدي ضلني عم بشتغل وضلني أدعي الناس إنه تساهم بمساعدة هالأطفال لنأمن لهم مستقبل أحسن. هيدي الحملة لارا أطلقناها من قلب كل طفل عنا بالمركز، عن لسان كل طفل عنا بالمركز، لأنه نحن نعرف يمكن اليوم أي حدا منا بالحياة بيوعى الصبح المود عنده مش كتير زابط، في شيء كان ناطره إنه يصير ما صار معه، في شيء ما توفق كتير فيه، منصير منقول إنه يي شو كان صار لو زبطت، أو منصير يعني نتذمر على هيدا طبعاً. الموضوع بالمقابل بدنا نتذكر إنه في طفل يلي هو بعده ما وصل لعمر 18 سنة، بعده مفتح على الحياة، بعد الحياة قدامه، وبعده كمان مش فاهم الحياة مزبوط شو هي. سو هيدا الطفل لا يسأل هيدا السؤال أنا شو كان صار لو ما معي كانسر، بيعني كتير أشياء يعني بتخلي كل إنسان إنه يتحرك ويتعاطف مع هيدا الطفل. نحن عنا الأطفال بالمركز بيسألوا مش بس شو كان صار لو ما معي كانسر، شو كان صار لو بقدر أكل كل الأكلات اللي أنا بشتيها، لأنه ما فيهم يأكلوا كل الأكلات من وراء وضعهم الطبي. بيسألوا شو كان صار لو في أعمل كل الأكتيفيتيز وكل النشاطات، كل الرياضة اللي أنا بحبها. في عنا أطفال بحبوا يعملوا فوتبول، في عنا أطفال بحبوا يسبحوا، هولي كلهم المرض بمكان ما مزبوط بيحرمهم منه، ومش ليوم ويومين، لفترات طويلة من حياتهم. فالولد وقت ينام ويفيق ويحس أنه الحياة عنده فجأة تغيرت انقلبت، وهو مختلف عن الأطفال التانيين مثله من حوالي، مختلف عن الناس أو الأولاد اللي معه اللي بتشبهه، بده يسأل هيدا السؤال طبعاً. فنحن أطلقنا هيدا الحملة من قلب هيدا السؤال لحتى نوجه هالسؤال لكل الناس اللي عم تحضرنا وكل الناس اللي عم تسمعنا، إنه شو كان صار لو كل شخص منا اليوم حمل هالتليفون أو جرب يتواصل معنا لحتى يدعم هول الأطفال طبعاً. ويوعدهم بمستقبل أفضل، يوعدهم إنه هن حيصيروا مثلهم مثل الأطفال الثانية. بالضبط، وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير مثل ما بيقولوا شاليمار، ويمكن الظروف أثبتت هيدا الشيء، قطع عليكم كتير أصعب من هيدا المرحلة، وأبدا ما تسكر أبواب المركز على آخر نفس مثل ما بيقولوا، لأنه في ناس هالقد بيعنينهم هيدا المركز وهالقد بيحبوا يدعموا. وبعتقد كل ما نشوف صور هالأطفال بعيونهم بعمرهم، عمر يعني عم نشوف كل عمر يختلف عن الآخر، أعمار صغيرة، يعني معاناة صعبة كتير. ما قلنا إلا ندعي الجميع اللي عم بتابعونا أصحاب الأيدي البيضة، ما تفكروا مرتين، كل حدا يساعد مثل ما هو بحس حاله بده يساعد بيكون كتير تمام. مثل ما عم نقول، بعرف في شوط كتير كبير وإشياء كتير كبيرة صعبة بتقطع فيها يوميا بالمركز، ولكن في شيء هيك بيعطيك أمل بكل معنى الكلمة، أنه اليوم في تشامبيونز، في أشخاص شفيوا، في أشخاص خلص ما لهم قلب ما يضلوا بالمركز. فخبرينا عن هيدي التشامبيون سيركل. صح خبرينا. صحيح، التشامبيون سيركل هي دائرة نحن عملناها لحتى نقدر نكون عم نجمع التشامبيونز أو السيرفايفرز، يعني كل شخص كل طفل كان عنا بالمركز خلص علاجه بيقدر ينضم لهيدي الدائرة. هيدي الدائرة أهميتها بتجي على كتير صعد. أول شيء أنه الأطفال يلي بالمركز وقت يشوفوا أنه في أطفال مثلهم قطعوا بنفس المشوار، خلصوا علاجهم بنجاح الحمد لله، قدروا يشفوا من هيدا المرض ويتغلبوا عليه، بتعطيهم هيدا الشيء طاقة إيجابية وبيعطيهم أمل أنه بكرة أحلى، أنه نحن فينا نكون مثل مثل رفقاتنا اللي قطعوا قبلنا بالمركز. تاني بوينت كمان بتدور حواليها هيدا الدائرة، أنه نحن هدفنا الأساسي كمان أنه نجمع هيدا الأطفال اللي قطعوا بنفس الإكسبيرينس، اللي قطعوا بنفس التجربة، لحتى أول شيء تشير مع بعضهم، يمكن كل واحد يقدر يتعلم 100%، بيشاركوا تجربتهم مع بعضهم، كل شخص ممكن يتعلم من الثاني. اوقات فتره العلاج بتخلي المريض شوي يبعد عن الحياه الطبيعيه اذا بدنا نسميها، مثل ما كنا عم نذكر من شوي. ففكره انه في عدد كبير من الاطفال اللي قطعوا بنفس التجربه بيخلوهم كمان تو يقدروا يحسوا مع بعضهم ويفيدوا بعضهم، يمكن كل واحد قطع بشيء بيقدر يساعد الثاني فيه. وكمان بارت ثالث من التشامبيون سيركل هو انه السيرفايفرز، الناس اللي الحمد لله خلصوا علاجهم،
بيحسوا حالهم انه هن ما خلصوا وراحوا على البيت وكبوا كل شيء وراهم، هن في عندهم بيت دائما، هذا البيت الثاني اللي هو المركز اللي ما حينسوا بحياتهم 100% يعني رجعون على الحياه. صح، وهن اكبر يعني ممثلين لنا اذا بدك للمركز، لانه هن مثل ما بيقولوا شهاده حيه يعني طبعاً. هن قطعوا بكل شيء والحمد لله قدروا يتغلبوا عليه، فنحن كثير بننبسط فيهم وبيشاركونا بنشاطاتنا وبحملاتنا ودائما بيكونوا على استعداد انهم يدعمونا 100%. وقت سميتون شامبيونز ان هن فعلا ابطال بكل معنى الكلمه. والحلو اللي بالكلام اللي عم بتقوليه شاليمار هو كمان هن بيعطون لهالاطفال الصغار من تجاربهم، يعني بيقولوا لنا انا بكيت مثلك، انا توجعت مثلك، بس شوف انا هلا وين صرت. يعني في منهم صاروا بجامعه صحيح. وصاروا تخطوا كثير يعني صحيح، في عنا اشواط مش في عنا تشامبيونز بالعشرينات 25 26 طبعا 27. حتى للاهل على فكره هيك بتروحنوا، خلينا نستعمل هالكلمه، الاهل بس يشوفوا التشامبيونز اللي كانوا مرضى وصحوا بيقولوا الحمد لله، يعني في عنا لبعدين انه يكون في امل انه اولادنا كمان يشوفوا، هيدا اهم شغله. لكن ودائما في نشاطات، يعني الحلو انه مع هالتشامبيونز بيضلوا هالقد وفا لهالمركز وبيجوا مجموعين مع بعض بالضبط، هيدي كثير نقطه مهمه. خليني بهالثلاث دقائق اللي بعد فاضلنا اللي وقلك على الهوا شاليمار، خلينا نعطي شوي اكثر نذكر للناس نقول لهم دعموا المركز اكثر واكثر، نرجع نذكرهم بطرق التبرع. اكيد سو مثل ما سبق وذكرنا طرق التبرعات رح ارجع امرق عليها، فيهم يتفضلوا لعنا على المركز كل ايام الاسبوع من الاثنين للجمعه، فيهم يكونوا كمان يلي هي اهين طريقه حاليا عم تكون للناس. شوي للناس اللي هي الاو ام تي، اي فرع او ام تي قريب على بيتكم على شغلكم على جامعتكم فيكم تكونوا عم تتوجهوا عليه وتكونوا عم تعملوا التبرع لو قد ما كان قليل. بحب هون ارجع اذكر بالحاجه السنويه للمركز يلي هي دايما بتشجعنا وبتدفشنا انه نضلنا عم نشتغل لحتى ندعي الناس تساهم قد ما فيها. يمكن شخص يحس انه انا بستحق اتبرع بهذا المبلغ، بس هذا المبلغ رح يعمل فرق عنا بالمركز، رح يكون الطفل عم يتلقيه لحتى ياخد علاجه. سو بالاو ام تي بيقدروا يتبرعوا بلا كلفة اضافية، بحب ذكر يعني ما بيدفعوا الاكسترا في اللي عادة بتندفع بالاو ام تي، فيهم اونلاين عبر اور ويب سايت www.ccl.org.lb وفيهم عبر بنك ترانسفير اذا بحبوا يحولوا من حساب بالبنك على حسابنا، ودائما فيهم يحكونا على رقم تليفوننا لنشرح لهم اكثر يلي هو 70 35 15 15. تمام، يعني عن جد بتمنى يكونوا كثار لدعم هيدا المركز لدعم هالاطفال. وبتعرفي كل ما بفكروا بالشامبيونز ويفكروا انه عن جد اعطاهم فرصه جديده بالحياه وكملوا وعم بتابعوا دراستهم وهالتفاصيل، بحس هون الشخص اللي عم يتبرع بحس حاله انه هيدا المال اللي عم بحطه بمحله، وما في اجمل من انه العطاء وخاصه الأطفال اللي هن عم بيعانوا من مرض خبيث فعلا. فنتمنى للجميع انه يشاركوا ويدعموا. هون عم نشوف النشاطات اللي ذكرتيها حليمات بالبداية، قديش هون بيكونوا عم بيعبروا بالألوان بالرسم كل هالتفاصيل اللي عم بتطلعن من الحالة المرضية الصعبة اللي عم بيعيشوها. فمنتمنى على الجميع يدعموا قد ما فيهم هيدا المركز. وكلمة أخيرة لإلك لكن بختام لقائنا شاليمار، لحتى دايما تضلكم، وأنا بدي دايما أتمنى لكم تضلكم هالهمة. Thank you. أنا بدي أتشكرك لإلك شخصيا. Thank you لارا لاستضافتك لألنا اليوم. آخر كلمة بحب أقولها للناس أنه خلينا سوا إيد بإيد لأنه الكانسر ما بينطر لو شو ما كانت الظروف اللي عم بتصير حوالينا. خلينا نعطي لمحة هالأمل لكل طفل مريض بالمركز ونوعدهم بمستقبل أفضل يا إن شاء رب الله. إن شاء الله وإن شاء الله يا رب. أنا دايما على فكرة كل ما أستضيفكم ويمكن دايما بقولها إن شاء الله أوصل لمرحلة نطلع على الهوى سوا ونقول إنه الحمد لله تخطينا الأرقام الكبيرة بالإصابات لهيدا المرض الخبيث للأطفال خاصة. الإنستغرام خاص فيكم عم يقطع على أسفل الشاشة، بيقدروا الناس يفوتوا ويتعرفوا على كل النشاطات وطرق التبرع وأمور كثيرة، ودايما يواكبوكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانه بعرف انه الاطفال بينبسطوا بس يكونوا عم بيشوفوا حدا عم بخصصهم هالقد. شكرا لك شاليمار وصوف، منسقه جمع التبرعات والنشاطات في مركز سرطان الاطفال CCCL. شكرا لارا. شكرا لك. مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام هيدي الحلقه من جديد، موعدنا بتجدد معكم بكره نفس الموعد، فكونوا كتار وبالف خير، الى اللقاء.